راية، لما تكون في حرب، في معركة، في صراع، الراية القتال كله على الراية. مش قيمة الراية دي كام، في بكام دولار؟ ممكن الراية دي يكون مساحة صغيرة، عصاكة صغيرة وبتاع، فما تقوليش دي مساحتها قد إيه، ولا دي لونها إيه، ولا القماش ده سعره كام. أنت الراية دي تستحق الناس دي كلها تموت علشان حتة عصا وفيها راية؟ فالقدس كانت الراية. فلسطين هي الله عز وجل جعلها ميزان لعزة وكرامة هذه الأمة. الأمة بخير، فلسطين بخير، فلسطين بخير، الأمة بخير. لا أقصد هنا فلسطين الأرض فقط، فلسطين لأن الله ميزها بوجود القدس فيها. الأمة حين تكون قوية موحدة تكون القدس وفلسطين مع الأمة. الأمة ضعيفة أو متفرقة أول ما تفقد تفقد فلسطين والقدس. هذا التاريخ. أهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، والمناسبة أهلية بيت المقدس مش السكن لانتساب القضية، فممكن يبقى عايش في القدس وما لهش علاقة بيها. المقدسي هو الذي إما يعيش في القدس ويحبها ويعمل لها، أو تعيش فيه القدس ويعمل لها ويحبها كذلك، هذا المقدسي. يا سلام. طيب، والآخر أكناف بيت المقدس، هذا ممكن يكون هو له دور إن شاء الله مستقبلي وحريص أن يحدث نفسه بالجهاد، يحدث نفسه بالتحرير، يعمل لهذا التحرير ولا يجلس. أما القاعد هذا الـ يعني اليائس.